في اليوم 19 من الحرب الروسية في أوكرانيا، نتابع معكم مشاهدينا الكرام أبرز التطورات الميدانية المتعلقة بالعمليات العسكرية هناك. ففي كييف، حيث قصفت روسيا مباني سكنية ومصنعا فيما اتهمت بريطانيا موسكو بتدمير أوكرانيا بشكل واسع. هذا وجدد الرئيس الأوكراني زيلينسكي مطالبته للنيتو بفرض حظر طيران فوق بلاده قبل سقوط الصواريخ الروسية على أوكرانيا. أما ماري بول فبعد مقتل 2500 مدني، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أسوأ سيناريو للمدنيين المحاصرين. من جهتها، رفضت روسيا إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى أوكرانيا بذريعة أن الوضع بات خاضعا بالكامل لسيطرتها. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن الأوكرانية التي شهدت تطورات ميدانية.